صباح النور، احلى متتبعات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ ها نتوما خصكم فين صبحات؟ ولكن ما تخافي ما تدهشي، غنخرجكم معايا البنات وغنديروا واحد قهوه صباحيه زوينه مع البنات ان شاء الله، اجواء رائعه. غير هي كانت هذه المهمه خصني نديرها اليوم. شفتوا امتى خديت لي رونجمون هادو اللي كندير فيهم لي دغا وكندير فيهم لي كوفغلي من ايكيا؟ خديتهم يلاه كتاب باش ننظم فيهم. يعني الناس اللي كيسولوني كيفاش كتنظمي حياتك ما بين الدار والخدمه، هذا الشيء اللي كندير ديال الطريقه، كل نهار كنقص عليا حاجه. الصراحه البنات كيجي التنظيم ديالهم رائع، شوفوا كيجمعوا لكم بزاف. بالنسبه للبنات اللي بغاو يسولوا شحال كيهزوا، بحال هذه درت فيها مانطا، يعني غطا كبيره هزتها وشوفوا ماشي مزيره، يعني باقي اتساع، واللي هي هاللور رشات لي مازال لي سبا. شوفوا اليكسين مخشي، عرف شو سخفت صراحه البنات. هذا ملي كنبغي نهزو راه ثقيل، ما نقولش لكم زعما راه خفيف ما كتحسوا بوالو، لا عرفتي ظهري كيضرني. من الاحسن اللي كنصحكم شوفوا لهيها، انا درت هادوك غير جوج ميكانيزمات، شفتوا خاصكم نورمالمون ربعه لي ميكانيزم، انا كنظن غيجي اخف، وهذه من الاحسن تقسموها على جوج اولا تخليوها هكا، حيت كاين اللي هاد الصندوقه كيقسمها بحال هكا على جوج، كيجي نص هنا ونص هنا. المهم انا حتى هكا الصراحه جاتني مزيانه. يلا خرج اليكس، خرج خرج، باقي تابعني الدوش. يلا اش اش اليكس اش، يلا اش اش، ما غيخرجش دابا، انا خصني نحيد التليفون ونجرو. اش اش اش، كيعجبو يدخشش. فين ما كانش شي قنيته كيتخشى فيها. قلت لكم البنات احسن طريقه، واخا تكوني جالسه انت غير في الدار نظمي وقتك، كل نهار ديري حاجه باش كتحافظي على الدار نقيه، حيت في الويكاند كنبغي مره نجلسوا هكا مجموعين في الدار، ما نبقاش غير شقه شقه. بعد مرات كنبغي نخرج، بعد مرات كنبغي نمشي نشوف ماما، يعني خصني نشقى وسط السيمانه. احسن حاجه تبداي بها في الصباح هي واحد التدويشه صباحيه كتعطيك الحيويه والنشاط وزقزقه العصافير. ما نعاودش ليكم يا اختي، انا باقا ما فطرتش وصبح حلقي مطلوق. صباح فيا ما يدوي. المهم البنات انا ما فطرتش، يلاه دوش، قديت غير حجباني ورطبت وجهي كيبان لكم كيبري، درت هذيك لاغوش بوزي، الصراحه زوينه بزاف، ولكن ليكرون جاتني نيدمه، جاتني بحال ديال البشره جافه اكثر، انا بشرتي عاديه الى مختلطه. المهم كنحاول ندير شويه بودغ ليبغ من وراها، حيت انا ما كيعجبنيش ديك لابغيونس بزاف، بحال هكا شويه ايه، ولكن كلشي مزيد شويه كتجي معيقه. المهم البنات اليوم غنفطر مع البنات صحباتي كنزه ماجده خالتي خديجه، غنديروا قهوه صباحيه دردشه هكا ونجلسوا شويه وغنديكم معايا. الله دوش كنخطري حجباني، قلت بالله تي ختي نبدا الفيديو ماشي حتى نكون ماشيه في الطريق. المهم غنمشي نلبس حوايجي، غنلبس غير شي كسيوه يمكن. المهم غنشارك معكم كلشي. شعري ما صوبتوش، ما نشفتوش، غنخرج نشوف الصالون دو كوافير وشحال، سينو ما كانش غنمشي بها هكا ماشي مشكل. المهم دهنتو ما والو، المهم على الله نلقى حال نصوبش هكاك يا اختي. عندي الزهر لقيت بعد الصالون حال حدانا، صوبت لي البنت بعدا، شكرا بزاف، صافي دابا غنمشي. يلا يعطيك الصحة الزين، شكرا. سلام ديلي. لاباس؟ حنا نساليو من الفيديو ديالك كيدايرين؟ لاباس نجيو الفيديو ديالي. شوفوا الكسيوات يا اختي، الكسيوات. المهم مشيت عندهم الدار البنات وبقينا جالسين شويه، دابا عاد خرجنا لقيت كنزه صراحه فايقه، ماجده فايقه، كلشي. دابا جينا باش نفطروا. شوفوا شوفوا لابيسين، شوفوا شوفوا بلاتي اختي، راه كيبغوني نوريهم الاجواء بلاتي. الجو زوين، نجيو ديك الكافي اللي في عين السبع. المهم فيها لابيسين صراحه زوينه، ديك دو فيو راه زوينه معروفه. ها هي شويتيني في الشوا، كنشم الشوا ويلي غنفطروا في الشوا. انا اختي شوفوا تسحبوني، انا اللي مهاوشه، انا وصاحبتي انا ديما كنقول لهم مهاوشه، انتم راه فيها لابيسين باقي ما حلوش باقي. المهم غنطلعوا دابا نفطروا ونكملوا معكم النهار ديالنا. يلا سلام. وبلي قلتي لي مسلم قبيله. المهم انا اليوم ما كاينش الريجيم، اليوم ما كاينش الريجيم، زيرو ريجيم. المهم غنتعشى مع بيك عندنا، ودابا البارح ما كليت والو وشريت بيك تيستي وجاني نعاس وحطيت وحده راسي كاع ما كليتش. ما كلاتش ما كلاتش، لقيت الصباح ولقيتو شحال 16 درهم 16 درهم بقاو فيها الفلوس. 116 بارد ماشي مشكل، بارد. المهم جينا نفطروا دابا مع ماجده، مرحبا بك اختي في قناتي، اول ظهور ليها. اول ظهور اختي، الفنون نورتي اختي، نورتي كازا والمغرب. المهم جينا باش نفطروا دابا، عرفتي
في القناة تحس مجدين ناجدة غير حيت مبارطاج على المتابعين ديالك يعني ما راهش المهم جينا نشكرو دابا ونتوجو حيت من نهار جات صراحة هاد السمعة غير مرة وحدة في الدار وما كاينش الوقت كنتلاقاو ديك الخفيف دابا دابا قلنا نتحدثو شوية ضروري ضروري المهم نشاركو معكم الفطور ديالنا هكا وندوزو النهار هانتوما هانتوما كنت زعما مساليه شلينا كنت زعما مساليه كتقول لك انا سيدة اعمال كانت مساليه شكون الشهر الحاله عند البطوات صافي زعما مساليه شدينا متلبسه ماجدة باغا تمشي دابا الصاله اه ما عرفتش فين تشد ما عرفتش فين تشد المهم الصراحه دوزنا وقيته زوينه ما صورناش بزاف لا في قناتي لا في قناه كنزه لا في قناه في القنوات بقينا جالسين ولكن المهم اننا داز وقت زوين هضرنا شويه تقربنا من بعضياتنا انا اول مره ماشي اول مره زعما هذه المره اول مره غنتلاقى مع ماجدة نطول معاها اما في التليفون تنهضروا في انستغرام تنشجعوا بعضياتكم كيف ما قلت لكم ولكن اول مره نجلسوا هكا ولكن الحمد لله لوكو غوديت مزيان دايز التيار مزيان ملي كيكون واحد عنده نفس الموضوع هكا نفس الشيء زوين بحال كنتعرفوا من شحال هادي بلسنا بحال كن معناتها هي كتفرج فيا كتعرفني انا شفتها في يوتيوب حتى هي كتفرج فيها عرفتها متعوده كتذكر كنعرف كتجلس في حركه كتعرفها من زمان بصح والله ايوا لا حسن لا قري مع اللي محسن منا والبنات اللي قالوا لي عرضي على ماجدة واخا اختي انا غنعرض عليها انا اصلا ناويه نعرض عليها شي حاجه عاديه يعني عندي الدار تشرفني هي وخالتي خديجه وكنزه داكشي راه باين غير دابا كنتسنى حتى نجلس انا شويه من الخدمه باش نجلسو راكم عارفين الوقت انا راه ما كرهتش نسافروا من دابا نسافروا مجموعين نديروا فلوقات زوينين نديروا حياه الصيف حتى انا بغا نصافي نديروا حياه الصيف داكشي شويه وصافي دابا هي خصها تشبع شويه من دارهم والاجواء العائليه باقا ما سافرتش خارج عليا باقي ان شاء الله جاي البحر باقي جاي لافيسين باقي باقا غنعوم ضروري باغا تبرونزاي لا ما باغاش نتبرونز باقي حتى بيضاء كانوا عايروني قال لك ما اللي كحلات كي جاوك قلت لك ما لا غير كل واحد اللي كيرتاح كل واحد حريته الشخصيه كاين اللي برونزي كيجي معاه كاين اللي هي بيضاء وكتشد السولاريوم باش كل واحد شنو كيجي معاه انا ما كيجيش معايا باش كنزرق كيجي معايا بيضه خصني نبقى بيضه صح كنولي كحله ما كيجيش معايا لا تسمار اجي اختي ما كتجيش دخلي عند دابا حيت عيطت قال لي مال كحلات كي جاوك كحلات زوينه دخلي عند حروفهم سموريتهم جات معاهم ولكن انا ما كتجيش معايا ما خصنيش نسمار هي صحيبتي اختي ما سمحتش انا نعاير لي السمريه انا تصفيها انا تصيف مع ما صيفتش بزاف حجي كنت مشيت مع نوال يومين هاد السيد رحال مشينا للصيف اللي فات كنت مشيت مع يومين سيد رحال مشينا ومشيت لبوزناقة خمس ايام او محمدية باش كانت جربر ايوا صافي هاد الصيف ان شاء الله واش غادي نقول لكم بقيت تنتكرمل في الشمس حتى داروا عليا الرملة كنت والو بغيت نخرج مشوطة اختي ما تشوطش كنت زك تحمر شويه سي نورمال كتحمر وكيرجع سمر من بعد سمري ماشي كتبرونزا غير كتحمر واحد شويه ملي كتجي زوينه كتحمر زوين ملي كتلبسي صاموش كتجي زوينه ايوا ايوا انا ولكن هذا الصيف حتى انا كي كنولي ما كنحمر بحال هذا بحال هذا هذا اش من هذا بحال زعما انت بيضه ما تكوني بحال هكا تحمري شويه بابا كنقول لك كحله يدور عليا العام ومبيض على حساب ماشي دغيا كترجعي ما كنرجعش نبقى كحله ولكن كنا النهار كله ما كنخرجوش على فكره البيسير راه ماشي هو البحر الا تبرونزيتي في البحر كتقدري ماشي بحال لا كيولي زوين البيسين لا وثاني خصك تكوني قبل ما تبرونزي خصك تكوني ديجا دايره غوماج ولي دغاتاسيون باش كيجي واحد اللون زوين لا باش كيخرج لك اللون بحال بغيه بحال زعما كيبري وزوين بس انا لاحظت هاد القضيه انا درت الصيف مؤخرا كتجي كيخرج اللون زوين واخا خرج خفيف ولكن كنخرج تكوني دايره الكوماج باش ماشي بديش ما كتقصريش دغيا انا ما كنديرش والو اي وقت تحطي انا معاكم
تحدثنا معكم اختي. معنا خالتي خديجه هي مسكينه غير الشمس. خالتي خديجه كديرها ثاني كتشوفوها بنتي نوال. الله يبارك فيك. عاد كيعجبني الحال تقولي بنتي نوال. ايوا راه بنتي انتما تغير ولكن انا كيعجبني الحال. نوال ما عندهاش خواتات، عندها غير خوات. عشرك حوما خديجه وخمزه وما خواتات. الله يخليكم عليا والله كاملين. يلا حبيباتي المهم نكملوا الفلوغ. باي 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 باي. صباح النور حبيباتي. هذا نهار واحد اخر حيت البارح الصراحه صافي ما قدرت نصور لكم حتى شي حاجه. علاش؟ بقيت جالسه مع خالتي خديجه وكنزه وماجده وما سخيتش بهم وتعطلت على الخدمه بزاف. مشيت كنجري ملي مشيت لقيت هكا ديال لي كونسلطاسيون لقيت لا صال عامره فغيم وتعطلت البارح بزاف. ما سالينا البنات حتى شي 10 ديال الليل. عيطت لعبدو قلت لي غير ديبالي عشاك انت وامير. لقيت امير مسكين نعس. جيت توضيت وصليت الله يقبل وتعشيت صافي دغيا نعست. يعني ما كانش عندي الخاطر باش نسالي لكم الفيديو اولا نزيد نشارك معكم شي حاجه. دابا الصباح يلا فقت فطرنا قلت بلاتي اختي نشارك مع صحاباتي نكمل لهم الفيديو ديالهم حيت نتوما طلبتوني انني نحط لكم فيديوهات بزاف. وما كنبغيش نشارك معكم غير خرجه وصافي. ضروري كنبغي ندخل لكم زعما شي حاجه ديال التحفيز الا خرجتكم معايا باش هكا تنشطوا وتبدلوا معايا الجو. هادشي اللي كاين. كنبغي نشارك معكم حتى ماسكات طبيعيه اولا شي اقتراح للغدا ولا العشاء. هكا كنقول لي ما استفدت من هاد الوصفه تستفد من هاد الحاجه. هذا هو السيستم اللي غاديه بي انا باش هكا ما يدوش الفيديو خاوي. ضروري تلقاو فيه شي استفاده. ملي تشوفوني دايره هاد الباندات تعرفوني غندير لي ماسك. غندير اليوم شويه العنايه وجهي خصو غوماج. ملي كنقولوا غوماج انا ضروري قهوه وزويته ضروري البنات. عندي جوج ديال لي غوماج، واحد صيفطته لي بنت خالتي باقي مسدود، واحد كنت خديته قلت ملي يكون زربانه ما في عنديش خاطر نخلط قهوه ما فهمي تخلط نستعملو حتى هو ما استعملتوش. قهوه كتوافق لي وجهي كتجيني كتقومي ليا مزيان سورتو هاد لا زون تي. ديروا اي زيت عندكم. انا درت زيت الكوك مع القهوه. وغنشارك معكم واحد الماسك جوج ديال لي ماسك ببيضه. الصفر ديال البيض غنديروا به ماسك والبيض ديال البيض غنديروا به ماسك واحد اخر. البنات اللي عندهم البشره الجافه غيصلح لهم هذا الماسك ديال الصفر ديال البيض مع الكاكاو كيعطينا واحد الترطيب واحد العنايه بالبشره رائعه غير داوموا عليه. وغنشارك معكم ماسك ديال بياض البيض اللي تاهو كيشد الوجه. البنات اللي فيهم شويه تجاعيد يلاه بداو بطبيعه الحال ماشي غير حيت التجاعيد ديال سنين اللي يلاه بداو بديك الشريطات وديك لهنايا الخطوط كيكونوا رقيقه. اولا البنات اللي عندهم البشره مترهله يعني ما كيحسوش بها واقفه هاد الماسك غيصلح لكم. بياض البيض مع الخيار كيشد الوجه والنشا حتى هي البنات. انا ما عنديش اليوم النشا المهم غنشارك معكم داكشي اللي غنستعمل. الكوماج خديت الزيت ديال الكوك والقهوه صافي خلطتهم. ها الكوماج ديالي واجد. بالنسبه للماسك الاول البنات خديت بيضه درت الصفار ديالها هنا والبياض ديالها بوحدو. الصفار غنخلطو مع الكاكاو. هاد الماسك البنات للبنات اللي عندهم البشره ما متغدياش اولا جافه هذا راه رائع. هذا البنات يبقى لكم في الثلاجه حتى 3 ايام يعني ديروه 3 المرات ما غنديروهش كلشي في مره واحده. صافي ها الماسك ديالنا موجود. الماسك الثاني البنات خديت الخيار ودرت صدانون مسوس ونيدو وشويه ديال الماء ورد وغنزيد عليه بياض البيض واحد الشويه ديال بياض البيض بحال هكا باش ما يجينيش جاري. وكنخلط كلشي وها الماسك ديالي واجد. هذا كيصلح لشد البشره وشد الترهلات. القماش ديالي ولي ماسك هما موجودين غندوزو دابا باش نطبقوهم على الوجه ديالنا. اول حاجه بطبيعه الحال كندي ماكياج وجهنا واخا ما نكونوش دايرين الماكياج. انا هنا درت صباح وجه ليف كنت دايره شويه الماسكارا صافي دونك حيدتها. واخا تكون ما دايريش الماكياج دي ماكيهم. غسلوا الوجه ديالكم بالجيل نيتوايو اللي بغيتو وعاد كنديروا القماش. انا دائما القماش اللي كيشيط ليا كنديروا ليدي حتى حاجه ما تشيط اختي. ان ابليكي الماسك هذا الماسك خصو يبقى حتى ينشف باش هكا كتستافد منه البشره بزاف. هنا مشيت كنتفرج مسلسل ديال جوسور كيحمقني نفرجو فيه شحال هادي قديم وعاودوه وتاني بديت كنتفرج فيه ملي كنكون في الدار. كنت وانس بيه هكا كنطلقو كنبقى كنشقى غدا جايه وانا كنتفرج فيه لانه كيعجبني بزاف. صافي في نفس الوقت غنطوي واحد الحوايج عندي يعني كانت عندي واحد الشبكه ديال الحوايج يا اختي ما كيتقاداوش ولكن ما عندنا ما نديرو. المهم كنقصهم عليا باش ملي نصب الاخرين ما يتجمعوش ليا بزاف. كملت البنات طويت الحوايج اللي كانوا عندي ودابا الماسك راه نشف غنمشي نغسلو. مني تبغيو تغسلو هاد الماسك ردوا البال تكونوا لابسين شي حاجه لان الكاكاو كينزل على الحوايج. صافي البنات غسلت وجهي وغنطبق الماسك الثاني غنخليه ثاني واحد ربع ساعه ونغسل وجهي ونرطبو.
حبيباتي المهم صافي غسلت وجهي بالكم وجهي كيبري بزاف حيت درت لا كريم هيدراتونت والسيروم ودرت حتى شويه ديال ليكرون ليكرون اللي كتعطي هاد لابريونس المهم ما درت لا فراج ولا والو درت روج على ليف شويه الماسكارا وحجباني شوفوا كيفاش طراسيتهم جاو زوينين نجمع شعري هاد الجمعه هكا يا الصهد الموت دابا غنمشي للخدمه هزيت غدايا سلطه وهنايا عندي لازان صافي وغنمشي دابا للخدمه قلت غير نقول لكم بالسلام عليكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله وانتوما ما كرهتكمش تطبقوا هاد الشيء انتوما واقفين في الكوزينه كتشقاو ديري شي حاجه لوجهك باش يبان الوجه متغدي يبان الوجه راه زوين فيه الحيويه وفيه راحت ليكليراج عندي شوفوا شوفوا دابا شوفوا البنات ما تحكموش على الكاميرا شوفوا دابا ليكليراج ملي كندير هكا كيفاش كيبان وجهي شوفوا ملي غندير هكا ليكليراج كيلعب دور داكشي علاش قلت لكم خصني ضروري ناخذ رينغ لايت شوفوا دابا كيبان الوجه زوين المهم السلام عليكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله كنتمنى انتم تطبقوا هاد الوصفات ولا عجبكم خليوها ليا في التعليق وخليو ليا كومونتيرات زوينين بحالكم وبوسه كبيره لكم كاملين.